السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة دكتور ايفون. انا اخوكم عبد اللطيف البنا، والفيديو النهاردة عن مميزات وعيوب ساعة تانك ام 1. الساعة عملت عنها فيديو، كان فيديو مراجعة سريع. ان شاء الله النهاردة هتكلم عن مميزات وعيوب الساعة بعد الاستخدام وبعد تجربة حاجات كتير فيها وتجربة التطبيق. وما تنسوش، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يلا بينا. في البداية حابب أوضح بعض النقاط. معظم الساعات اللي أنا بتكلم عنها بقول عن مميزات وعيوب الساعة، سواء الساعة عجبتني أو ما عجبتنيش، بتكلم بكل أمانة في موضوع الساعات. والقناة تقريبا عندي معظمها مراجعات عن الساعات. الساعة دي من ضمن الساعات اللي جات لي أعمل عليها مراجعات من بعض الشركات. عملت مراجعة سريعة في فيديو قبل كده وحطه لكم في الرابط، وقبل كده اتكلمت عن بعض الحاجات اللي فيها. جربت الساعة كام يوم وبدأت أشوف المميزات والعيوب اللي فيها. فيها مميزات كويسة جدا وفيها عيوب كبيرة جدا، ولكن مجملا إن شاء الله هتكلم باستفاضة. أول حاجة لاحظتها في الساعة، دي فيها بطارية قوية جدا، 680 ملي أمبير. مفيش ساعة موجودة في السوق من الساعات المتداولة أو الفئة العادية الأسعار القليلة أو الكوبي زي ما بيقولوا، ببطارية قوية زي دي. 680 ملي أمبير، تقعد 15 يوم استخدام دائم، اتصال، استقبال، مسجات، رياضة، كل حاجة 15 يوم كاملين، و75 يوم استخدام وضع توفير الطاقة. وضع توفير الطاقة فيها كمان أحسن من الساعات التانية. يعني وضع توفير الطاقة بيجيب لك، يعني لو عملت وضع توفير الطاقة بالشكل ده بيجيب لك الشكل اللي انت شايفه ده، وكمان ممكن تستخدم بعض الحاجات اللي موجودة في الساعة. مش وضع توفير الطاقة بيقفل لك الساعة ما تعرفش تستخدمها كامل، لأ، وضع توفير الطاقة فيها بيخليك تستخدم بعض الحاجات، بس ممكن بيلغي لك المكالمات والحاجات دي، بيخفض لك إضاءة الشاشة، بيخليها ثواني قليلة وتقفل. بس وضع توفير الطاقة أحسن من أي ساعة تانية، وبتلغيه بكل سهولة وبترجع الساعة ترتبط تاني مع التليفون. دي أول ميزة أنا شفتها في الساعة، كتير بيحتاج الميزة دي، موضوع البطارية. الميزة التانية، ودي ميزة مهمة كتير للناس، خاصة مثلا اللي بيستخدم سيارة فترات طويلة وبيسوق وعايز حاجة تكون صوتها عالي، يتكلم مع الناس ويكون المايك بتاعها كويس. أنا عملت من الساعة دي استقبال كام مكالمة، لاحظت إن السبيكر بتاعها عالي جدا، يعني كأني بتكلم من السبيكر بتاع التليفون. وهجرب قدامكم دلوقتي ونشوف موضوع الاتصال فيها. يعني أنا مثلا دلوقتي شابكها، ولو جيت اعمل اتصال، هي دلوقتي الخلفية اللي هنا دي، انا بضغط على الخلفية بالشكل ده وبعمل اتصال، ونشوف صوت المايك بتاع الساعة عامل ازاي. شايفين دلوقتي بدأت اتصل. مرحبا بك في دور. ملاحظين الصوت بتاع الساعة؟ سمعين صوت الساعة عامل ازاي؟ صوتها سبيكر عالي، حتى واضح وانا بتكلم في المايك كمان. شايفين عندك هنا كتم المايك، او ممكن تشغل المايك عادي تحكم، وكمان مفيش اي تعارض بينها وبين، يعني شايفين ده التليفون. طيب لو جيت ارجع تاني هنا، شايفين ممكن اعلي الصوت من هنا او اعليه من هنا عادي. الصوت بتاعها زي ما قلت لكم كويس جدا في السبيكر. المايك كنت في الشغل وبتكلم، والساعة ايدي في جنبي، ايدي فوق، ايدي عادي، والساعة والناس اللي بيكلموني سامعين صوتي كويس جدا. الميزة التالتة في الساعة، وبرضو مهمة جدا جدا، الساعة ضد المية. وتوضيت بالساعة ومفيش اي مشكلة في المية. التصنيع بتاع الساعة مقفلة من كل الجهات، يعني الساعة مقفلة من كل الجهات، حتى من الظهر بتاعها مقفلة قفل كويس جدا. توضيت بالساعة وما جربتهاش في المسبح، ولكن هي واضح ان هي ضد المية بالكامل، ولكن اكيد مش عمق كبير لان فيها فتحات السبيكر وفتحات المايك. دي تالت ميزة في الساعة.
الميزة الرابعة ومش موجودة في كتير من الساعات اللي هي مثلا الكوبي أو الساعات تقليد الهواوي والسامسونج وأبل، وهي موضوع ال 12 ساعة وال 24 ساعة. معظم الساعات اللي موجودة في السوق إلا ساعات قليلة جدا موجود موضوع تلاقيها بيقول لك موضوع ال 24 ساعة، تيجي تغير لموضوع ال 12 ساعة ما تعرفش تغير. دلوقتي من خلال التطبيق بتدخل معداتي وتيجي هنا تلاقي موضوع، لو طلعنا لفوق كده بالشكل ده شايفين جايب لك شكل الساعة، يقول لك هنا 12 ساعة أو 24 ساعة من خلال التطبيق. دي ميزة مهمة جدا، ودي الميزة الرابعة في الساعة. الإشعارات بتيجي على الساعة كاملة، كل اللي في التليفون حتى تطبيق المصلى تطبيق الأذان كل حاجة بيجي على التليفون. الميزة الخامسة عندنا علشان تكون واضحة معاكم، الشاشة بتاعتها بدقة عالية، دقتها مش عالية قوي ولكن برضو مش قليلة، يعني كويسة تعرف تشتغل بيها وواضح فيها حاجات كتير زي ما انتوا شايفينها كده. شايفين ألوانها كويسة، يعني مثلا لو جيت ان انت تستخدم الساعة السطوع مثلا وتعليه، شايفين دي أبرز المميزات اللي أنا شفتها في الساعة. نيجي بقى لموضوع العيوب في الساعة، ومن ضمن العيوب دي موضوع اللغة العربية. ممكن علشان الساعة دي ساعة اللي بيتعمل عليها مراجعات، يعني الساعة دي مرسولة لي من الشركة أعمل عليها مراجعة، أول حاجة ملقتش فيها اللغة العربية، موجود فيها لغة إنجليزية، وعلى الأساس ده لو جات لك مسج مثلا بالعربية بتجيلك مقطعة بالشكل ده. طبعا أنا راسلت الشركة عشان يعدلوا الموضوع ده، ضروري جدا لان الموضوع زي ما انتم شايفين العربي ما بيجيش، بيجي حروف فقط ما تعرفش تقرأ. الانجليزي يجي لك واضح والمسيجات تجي لك وتقدر تفتحها وتقدر تشوف مين اللي بعت لك وحاجات كتير، يعني مثلا لو فتحت اي رسالة هتقرأ كل اللي فيها، ولكن لو بالعربي مش هتعرف تقرأ اللي فيها. رسلت الشركة في الموضوع ده علشان يشوفوا حل في الموضوع ده، وده اول عيب في الساعة. العيب التاني ان الساعة مش بتعرف تغير الاستراب بتاعها بسهولة، يعني انت لو حبيت تغير الاستراب بتاعها مش هتعرف تغيره لانه هو معمول بمسامير هنا وهنا، شايفين؟ فبالتالي هيكون صعب ان انت تحصل الاسترابات بتاعتها او تحصل يعني الوان تانية من الاسترابات. العيب التالت وان الساعة وزنها تقيل شوية، ده يرجع طبعا لان البطارية بتاعتها عالية، ويرجع ان المعدن هنا كبير في الساعة ومعدن برضو هنا، فالاربع ازرار دولت متقلينها، الحزام بتاعها عريض زي ما انتوا شايفين كده. ودي عيوب ابرز الحاجات اللي انا شفتها في موضوع الساعة، ولكن المميزات اكتر. ولكن اعتقد لو العربي مش مظبوط فيها والرسائل والاشعارات مش مظبوطة فيها، كتير من الناس هيقول لك ما استفدتش حاجة من الساعة، ولكن انا حبيت اقول مميزات وعيوب الساعة علشان الناس لو حد حابب يشتريها بالشكل ده، وممكن عن قريب جدا الشركة هتعمل لها ابديت ويعدلوا موضوع العربي، لانهم خدوا الرسالة بتاعتي بجدية جدا وقالوا ان هم هيشتغلوا عليها الايام الجاي. الساعة على الحاجات اللي فيها دي سعرها انا شايفه مش غالي، سعرها 49 دولار، كمان في خصم لحد اخر الشهر لو حد هيشتري هحط له رابط الخصم او كود الخصم، 5 دولار خصم عليها. ولكن الساعة مش نقدر نقول عليها مثلا، مش هنقدر نقول عليها مثلا فئة كوبي الكوبي، ولكن ساعة قوية وكان ينقصها اللغة العربية. ان شاء الله بعد كام يوم هيكون في مراجعة على ساعة اتش كي 9 الترا 2، الساعة دي قوية جدا وعالجوا فيها كتير من العيوب اللي كانت موجودة في الساعات اللي قبل كده، وكمان فيها بعض المميزات اللي هتعجب بعض الناس. كان معاكم أخوكم عبد اللطيف البنا، والسلام عليكم.